بتتعلموا بتصيروا طباخين. من الأكل يكون صحي ومنه ضار، وتبقى ترعى عنا من القايين. بس انتبهوا من النار، بس انتبهوا من النار، بتلاقوا حد السكين، بتلاقوا حد السكين. نتعلم لو كنا صغار، نتعلم لو كنا صغار، فينا تصير طباخين، فينا تصير طباخين. هاي جوي. هاي جوي. جوي اند جويس توجذر عم نطبخ. اهلا وسهلا بكل اصحابنا اللي هلا عم يحضرونا بالبيت. فانتاستيك ميلز هو البرنامج اللي من خلاله نتعلم اكلات ودسرات، وكمان عم نتعلم كلمات اغاني وكتير اشياء غير. طبخنا اليوم اسمه كولد بوتيتو سالاد. رح نحضر نحن وياكم هيدا السالد، بعدين في دسار كتير هين كتير سريع وكتير طيب، واللي هو كتير بيشبه كاد او شوكولا. لكن هدول هن الشغلتين يلي رح نعملهم سوا نحن وياكم. جهزوا حالكم، جيبوا دفتركم، قعدوا منيح على الصوفة، لانه بس نبلش ما رح نوقف، وانتم ما لازم تقفوا ولا ثانية. See you guys in 3, 2, 1. ما تروح لمحل. لتحضير البوتيتو سالاد انتو بحاجة لنص كيلو بطاطا صغيرة، 2 بصل يكونوا متوسطي الحجم، ملعقة زيت زيتون وباقي بقدونس مقصوص. اما لتحضير الصلصة فانتو بحاجة لثلاث ملاعق ساور كريم، 3 ملاعق مايونيز، وشوية ملح، شوية بهار، وشوية بصل مطحون بتلاقوه بالسوبر ماركت. Cold potato salad, la 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 la, for you and me. اوكي، لنعمل cold potato salad اهم شيء اكيد البوتيتو البطاط. مثل ما هي الحال مع كل خضرة لازم كتير 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 منيح نغسلها قبل ما ناكلها، خصوص الخضرة يلي بتطلع بالأرض مثل البطاطا والخس. اوكي، منغسل البطاطا بهيدا الشكل، نفتح المي عليها وبإيدنا منحفها. كمان فينا نستعمل الليفة لحتى تنضف أكتر. جوي بليز تعطيني الطنجرة لطنجرة the pot. اوكي، وهيدي كمان منيح بننظفها. اوكي، بنحطهم بالطنجره وبنعبي الطنجره مي بشكل انه تغطي البطاطا هيك، وبنرجع بمساعده حدا كبير بندور الغاز وبنحط البطاطا على الغاز لحوالي الربع ساعه او لحتى ما تصير نسبيا طريه. ما بدنا اياها طريه كثير 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 لدرجه انه تلهلب بقلولها ولا تصير ماش بوتيتو. بدنا اياها تكون يعني طريه ومش طريه. اوكي، رح ادور الغاز انا. انتم اكيد بالبيت تستعملوا حدا يساعدكم كبير، بتخلوا حدا كبير يساعدكم ومنغطيه. اوكي، هلا لبين ما تكون البطاطا جهزت، انتو بهالوقت كمان شوفوا شو بدكم تعملوا، خلصوا اشغالكم لانه نحن بنرجع معكم بعد شوي صغيرة. مين اخترع اول كتاب طبخ؟ توماس كوك، توماس هوك، او جوني هوك؟ والجواب الصحيح هو توماس كوك. اوكي، رح انا شوف اذا البطاطا صاروا جاهزين، واكيد مثل دايما ما بننقط شيء سخن غير بجونيت ولا اورمنت. اوكي، صاروا جاهزين بطاطايتنا، هلا رح ندهرهم ونوضعهم بالوعاء الخاص. رح شفتوا؟ they are soft، يعني هن soft لدرجه انه فيك تشيك الشوكة فيهم بس مش فارطين، يعني مش مثل
هلا لحالكم هي بطاطاي فارطة، مش مثل هيدي مثلا، هي كتير 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 انغلت. اوكي رح ارجع رجع الطنجرة باذن. اوكي اوكي هيدي هي بطاطايتنا، صاروا سوفت انف، ما رح نشتغل هلا فيهم، رح نحطهم على جنب ورح نحكي عن البصل والتغسيل او البقدونس. البصل كثير مهم للصحة وللدم بالاخص، بس اكيد بيعمل ريحة دم، مشان هيك لازم بعد ما تاكلوا بصل، خصوصا اذا اكلتوا بصل هيك حاف، تحطوا علكة ولا شيء بتمكن ولا تفرشوا اسنانكم بكون احسن حتى ما تطلع ريحة الدم. والبرسيل كمان هو اخضر، خضرة خضرة، اهلنا كثير بحطوه بالتبولة وكمان بيطبخوه بالطبخات، نحن اليوم كمان رح نستعمله. بنقشر البصلة هيك، منقص اول شيء الجوانب، منشيل الجنبين، وبايدنا جوي نقشر البصله هيك. فيكم كمان اذا بدكم تعملوا مثل شق صغير هيك، ما بتشدوا كثير. اكيد نحن عم نستعمل سكينه، نطلب مساعده حدا من الكبار، يعني ما بندقر سكينه بلا ما يكون معنا حدا من الكبار عم يساعدنا. لكن هي البصله جوي قصيها هيك اول شيء مثل جواني هيك. اوكي احنا قبل ما تجوا قصيناها لازم نزت هدول، ما نخلي وسخه، لانه اذا خلينا وسخه بيطلع الوسخ بالاكله لحم وبال هيك هون تحت المجلس. اوكي انا وجوي قبل شوي قصينا وصاروا عنا البصلات بهيدا الشكل. نفس الشيء بنعمل بالبقدونس، بنجيب البقدونس هيك ومنقص منتفهم ورقه ورقه. جوي رح تنتف شوي وانا بهالوقت رح احط زيت بقلب المقليه، شوي زيت ما بنكتر الزيت، نتفي بس زيت زيتون لنقدر نقلي فيهم البصلات. اوكي بدنا نغسل البرسيل، انتبهوا كل الخضرة دايما نغسلها، عم ضلني اذكركم حتى ما حدا ينسى. اوكي نحن غسلناهم شوي قبل هيك. اوكي يلا اوكي بنحط المقلية على النار، اكيد مثل العادة بنخلي حدا كبير يساعدنا بالنار. اوكي نتركها بس دقيقتين لحتى يحمل الزيت، حتى مش دقيقتين يعني ثواني عديدة بهالشكل، نعملها هيك بعد ما سخنت لعين بس شوي. اوبس انتبهوا، شفتوا معقول كتير يصير هيك اشياء، مشان هيك لازم نضلنا واعيين على الكيتشن سيفتي روز يلي هن صرت تعرفون الجون دايما بنلبسها، بس ندقر شيء على النار، ماسكات الغاز يلي بنحطها على الغاز دايما تكون نهجها ولا مره لبرا. اوكي الزيت سخن، رح نحط البصل، بيعملوا صوت كثير حلو هذا الصوت، وكمان بنحط البرسيل او البقدونس وبنحركهم شوي بس لحد بنضلنا نحرك لحد ما البصل يصير شوي لونه ذهبي جولدن. نحط المسكه لجوا بهالوقت، شو بنكون نحن عم نعمل؟ اكيد عم نقص البصله البطاطايات، بنقصها هيك بالنص، بنقسم البطاطا بالنص، بنخلي جلدها ما بنقشرها، نرجع النص بنقسمه اثنين نص، وكل نص كمان نص، بصير عنا اربع نصاص. هاي هي كان بهيدا الشكل. نجيب بطاطاية تانية نفس الشيء بالنص، النص شو بنقصه؟ أعلى أعلى، كيف هيك؟ ما حدا عم يسمع. النص كيف نقصه؟ بالنص. برافو جوي. والنص الثاني بنقصه نص، وهيك بصير عنا أربع شقف. نحن عم نعمل سلاد لشخصين، أنا وجوي، رح نحرك هون، ما بننسى نحرك هون كمان، بضلنا نخليهم على النار لكن
بيصير لون البصل ذهبي ولا اشقر مثل شعرات. اوكي يلا هدول بس البطاطايات صاروا جاهزين. منجيب جاد حلو، نحن نقينا هيدا الجاد ومنحط البطاطايات بالجاد هيك بهيدا الشكل. اذا ما بدكم تمسكوهم بايدهم. هلا اذا في شي جلده انقلشت مثل هاي ما عليه، بنحطها على جنب. قشره ما بنقول جلده بس هي نفس الفانكشن. يلا عم نحط الشقف. جوي رح تحط الشقف وانا بكون بهالوقت عم بتطمن على البصلات. رح قوي النار شوي. ايام بيكونوا مسكات الطناجر ولا المقليات من حديد، هيدي ملبسه يعني فيها خشب ما بتحرق، بس انتو اذا كنتوا عم تستعملوا وحده ومسكتها حديد لازم تلبسوا ولا تمسكوها باوفن ميتس ولا جلاز مثل هيدا الشيء. يلا اوكي بعد بدهم شوي بس. جوي حطت البطاطايات، انا رح ساعدك. ايدها نظيفه ومغسله. اوكي رح نشيل هيدا الكاتينج بورد نحطه على جنب هون. اوكي شوفوا شو بنعمل، بدنا نزيد لهم صوص، والصوص رح نعمله بسرعه ورح نعمله كثير كثير طيب. وهي يلا الصوص بنعمله على الشكل التالي، بنحط 3 ملاعق فريش كريم، 3 ملاعق مايو، 1 2 3، بنحط كمان بودر بصل بتلاقوها بالسوبر ماركت، فيكم تحطوا قد ما بدكم حسب ذوقكم، وبنخلطهم وبنحط اكيد شوية زيت على البطاطايات، وبنحط شوية حامض ما بنكتر حامض، وإذا بدكم كمان فينيجر. اوكي هيدا الصوص صارت جاهزة. يلا جوي حركيها بعد شوي، بصلاتنا صاروا جاهزين. رح نزيدهم على البطاطايات. نطفي الغاز. انتبهوا هاي القفة تبعها كتير سخن، ما بنحطها على الطاولة دغري، أحسن شي نحطها دغري بالمجلة وبتعمل صوت لأنها سخنة. ثانك يو. وهيدي هي سلطة، بنزيد الصوص عليها وبنخلطها بهيدا الشكل وما بناكلها، ننطر 10 دقايق لتكون اكيد بردت. بوتيتو سالاد جست فور يو. Oh, no, 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 no.
هلو، اليوم رح أعرفكن على رفيقة جديدة لإلي اللي هي دانييلا. هاي دانييلا، كيفك؟ أنا ودانييلا اليوم رح نحكي عن الحواس. في عنا 5 حواس، دانييلا رح تعدد لنا إياهن. يلا دانييلا، شو هن؟ سمع. سمع. بس ناكل. ايه، الطعم. او الذوق. ذوق بالعربي. سمع. شم. شم، كثير منيح. القشر. اها. البصر. واللمس. لمس، كثير منيح. عشان هيك اليوم بما انه حلقتنا عن الحواس، انا جبت كذا اكله. بوب كورن، كمان شوكولا وحامض. دانييلا رح نقسم الورقة 3 أقسام. 1 2 3. بأكيد بالمسطرة ليطلعوا اللين الدروات. ورح أكتب صور SOUR. شو بتقولي طعمته صور دانييلا؟ أي أكلة؟ الحامض. فيك تذوق شوي حامض. ها، اوكي، رح نكتب حامض بالعربي. ها مض. اوكي دانييلا، هلا رح ذوقك البوب كورن وانت قولي لي شو بتحسي، شو طعمته. مالح. مالح. مالح بالانجلي سولتي. اس ALTY. اوكي، ورح نكتب بوب كورن تحته. POPCORN. اوكي، هو كلمة واحدة. اوكي دانييلا، هلا فيك تدوقي الشوكولا. شو طعمته؟ مالح؟ طيب؟ سكر، كتير منيح. سويت. SWEET. ورح اكتب شوكولا تحته بالفرنسي. شوكولا. ولهون حلقتنا تخلص اليوم. ما تنسوا، تعلمنا انه في 5 حواس، شددنا على الجو يعني ذوق او الطعمه. باي.